أستاذة فيروز تتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة فيروز تفضلي. السؤال بخصوص أختي، هي 12 سنة جواز، كانت عايشة يعني هي عايشة مع جوزها، بيصرف من القروض، أكل وشرب، العيشة كده بس من القروض، يعني بيشتغل بس بياخد قروض وبينفق منها على البيت. يعني في وسط ال 12 سنة هي سألت عن الموضوع ده، يعني ايه فأفتنيتها إن بيصرف على البيت بالقروض؟ معلش، يعني ايه بيصرف على البيت بالقروض؟ يعني مش ماشي على قده، طيب مش ماشي على قد دخله. طيب يعني هو بيصرف، خليني بس اقول لك، لان حضرتك اختها مش حضرتك صاحبه السؤال. يعني أيوه، هو بي 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 بيقترض وبيصرف على نفسه، ولا بيقترض عشان ويصرف على يطلعوا البيت؟ مصيف مثلا، علشان يجيب مثلا بدل ما يجيب صنف واحد يجيب صنفين، حاجات زي كده. اتفضلي. فهي لما سألت قالوا لها هو المسؤول عن الدخل، فأنتي مش عليكي وزر كده. هي ما كانتش راضية عن الوضع، يعني هي مش مثلا هي اللي بتطلب ده، لا ده هي بالعكس هي اللي بتحس ان ده غلط، وان مش لازم يبقوا اتنين، ممكن يبقى واحد. فهي ما اتكلمتش طول ال 12 سنة، وماشية وبتنصح بس ما كانش بيتسمع لها، لغاية ما جه في ورث. هو ما اداش للاهتمام للورث ده، مع ان اخواته كلهم كانوا في اختلافهم عن مين ياخد اكتر من مين وكده، كانوا بيقولوا ولادي ولادي ولادي، هو لا، بيقول لهم انا عايزكم تبقوا كويسين مع بعض. في النهايه في اخر سنتين وصل لمرحله من المرض والديون، شخصيته بقت انهزاميه خلاص. فين السؤال يا استاذ؟ فين السؤال يا استاذه فيروز؟ السؤال ان هي بعد كل المرحله دي كلها، هي المعاشره الزوجيه هي مش قادره عليها، وخاصه ان هو سلبي في كل النواحي الا النقطه دي، ما عندوش سعي. هو دلوقتي حتى حاليا بيدور على قرض عشان يسد القروض اللي فين؟ قبل طب كده. فين السؤال؟ سؤال حضرتك ايه؟ هي مش قادرة على موضوع المعاشرة الزوجية في ظل السلبية دلوقتي، ما عادش طيب فيه بقى لا مأكل ولا ملبس، كل الموضوع كله ديون. هجاوب على حضرتك يا استاذه فيروز. جاوب على حضرتك يا استاذه فيروز. خليني اقول بس ان لازم نجدد مفهوم مهم جدا، وهو مفهوم ان العلاقة الخاصة حق للزوجين مش حق للزوج بس. يعني ايه؟ يعني الزوجة كمان العلاقة الزوجية بالنسبة لها مهمة، فكونها بتقول ان هي مش لانه بيعمل كيت وكيت 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 فهي مش بتعمل كده، فهي بتعاقب نفسها وبتعاقبه، بس عشان نكون عارفين. ومسألة عدم وجود العلاقة الخاصة دي بتأذي الاثنين، بتخلي الخلاف لو كان بمقدار 3 يبقى بمقدار 21، يعني يتضرب مثلا في 7 مرات في 10 مرات. فالحقيقة لا، انت بتسأليني فلا، يعني بدل ما 21 27 30 احنا بنعلى كل شوية، ما العلاقة الخاصة دي بتنقطع كل ما الخلاف بيزيد. انا برضو مش عارف هو حضرتك اللي سألت ليه، مش هي اللي سألت، لكن هفترض ان هي ما سألتش عشان هي في حالة حياء. بس انا شايف ان حضرتك لازم نفكر في الاصلاح. ليه نفكر في الاصلاح؟ لان هي بقى لها 12 سنة، وهي حضرتك دلوقتي بتقولي ان هم بيعانوا من عدم وجود نفقة. بس هو في الحقيقة هو لو كان بيقترض بمعنى ان هو بيستخدم كريدت وبعدين بيسدد، ما هو قادر يكون دوت مش حرام. فانا مش عارف الاقتراض الحرام كان شكله ايه، لان ممكن لو ان هو اقترض عشان يجيب عربية فده هيبقى تمويل. فانا حاسس ان عدم التوافق الزواجي بين اختك وما بين زوجها احنا لبسناه شوية الثوب الديني. هي مش راضية عن طريقته لان هو ما بيفكرش في المستقبل، فترتب على ده بعد كده لما حصل له المرض وحصل له الأزمة المالية دي ان هو بقى انسان انهزامي. انت لو بتنصحيني انصح اختك بايه؟ بان هي ببساطة خالص تدعم جوزها، ويبتدوا دي افضل فرصة ممكن زوجها يتغير. لو هو راكبهم ديون يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض اذا كانوا هما من اهل المحبه ولسه بينهم محبه. لكن انا حاسس برضو ان حضرتك بتدعمي جدا جدا ان هو ملوش حق في مساله العلاقه الخاصه. لا، هو ما دام زوجها هما الاثنين ليهم حق في العلاقه الخاصه. بعيد الكلام مره تانية، ان العلاقه الخاصه حق للاثنين، وان هي الاسلوب اللي هي بتعمله ده اسمه شيء عقابي، هي بتعاقبه. هل لها حق ان هي تعاقب بالعلاقة الخاصة؟ الجواب لا.
وهي لما بتعاقب بده بتعاقب بتعاقبهم انتوا الاثنين. انا عارف ان الزوجه بتبقى في مساله العلاقه خاصه بتحس بان هي مترفعه عنها لما تكون هي بتحس بالمهانه او بتحس بعدم الرعايه، صحيح، بس هي في الحقيقه يعني بتعرض نفسها لمخاطر كتيره جدا جدا، وبتعرض البيت لمخاطر كتيره جدا جدا. فانت بتساليني بقول ايه؟ لا، بدل ما نمتنع عن العلاقه الخاصه نفكر ازاي نحل مشاكلنا مع بعض، ازاي نتقارب مع بعض. طب نصيحتي في ده ايه؟ نروح لمركز الارشاد الزواجي. احنا محتاجين خبير، احنا التراكمات اللي حصلت عبر ال 12 سنه واضح ان هي عقدت الموضوع، فمحتاج يتفك. نفصل العلاقه الخاصه عن نفصلها، يعني ايه؟ مش ان ما فيش علاقه ما بين الاثنين، لا، نحل كل واحده مع بعض، بعيد عن فكره الانتقام، وبعيد عن فكره المخاطره بان احنا نضيع مستقبل الاولاد ونضيع مستقبلنا احنا كمان. لاني 12 سنه وهي صبره وهي بتعاقبه وهو كمان راضي، اظن الاثنين عندهم علاقه قويه تخلي رجل يتحمل عقاب امراته بان هي ما ترضاش بالعلاقه الخاصه وامراه تصبر 12 سنه. يبقى احنا محتاجين نجدد فيهم غده الحب عشان الحب يرتفع الى اعلى مستويات، والحب ياتي بالتحبب. حضره النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الحب ياتي بالتحبب. الا ادلكم على شيء ان فعلتموه وتحببتم افشي السلام بينكم. خليهم كل واحد فيهم يبقى سلام على التاني. لما كل واحد فيهم يبقى سلام على التاني ويأمنه الوضع يتغير. انا عارف ان انت ممكن تقولي الوضع يتغير وقت صعب، مفيش حاجه صعبه على الله سبحانه وتعالى. الان تمشي وتقعد مع زوجها ويفكروا ازاي ممكن يحلوا ويستعينوا بالخبير. دي نصيحتي لأخت حضرتك أستاذة فيروز.